السلام عليكم، مرحبا بجماهير النادي الافريقي. اولا على خاطر الموضوع نتاعنا بعد باش ننهيو على النادي الافريقي، ولكن الموضوع اللي صاير الحدث الساعة اللي هو فوز الترجي على النجم الساحلي بنتيجة هدف مقابل صفر. هدف رودريجو، تمريرة من يان ساس، رودريجو يسجل هدف، هدف سهل ممتنع، معناه يتسجل الهدف. زوز برازيليين كانوا سبب في تسجيل الهدف للترجي الرياضي. ثم شكون باش يقول راهم الملاعبيه هذوما الزوز باش يصنعوا الفارق في كل المقابلات ولا حاجه؟ اي هما الزوز يلعبوا قلب هجوم، معناه الزوز واحد صنع العاب واحد قلب هجوم، يعني كي زوز مهاجمين ما تجيهمش الفرص وساعات يسجلوا ما شكون باش يسجل. دونك ولكن يتسماو معناتها خاصة ينساس ملاعبي محترم جدا في خاصة في امتلاك الكرة وتمريراته الدقيقة نسبيا. صحيح ما يتحركش برشا، ما يجريش برشا، في الدربي ينجموا نحصروه، ينجموا معناها ملاعبية النادي الافريقي اللي كان حطينا له محاصرة فردية تنجح الأمور ونجموا نخرجوا من الفريق الترجي الرياضي. الترجي الرياضي انتصر على فريق النجم الساحلي ولكن بدون إقناع. يمكن فرصتين جاو للترجي، فرصة الأولانية صارت وقتها الهدف اللي نحاه الحكم، معناتها الحكم هذا جويدر اللي هو من أحباء الترجي، معناها لولا الضغط اللي سلطناه على الحكم هذايا وعلى ناجي جويني وعلى منظومة التحكيم في تونس لكان يمكن يحتسب الحكم ويحسب روحه، يحتسب الهدف هذاك ويحسب روحه مش هنا. ولكن خاف وعرف اللي راهو جميع الفرق عندهم جماهيرهم وكل فريق عنده الإعلاميين متاعه وكل فريق معناها ماهوش باش يخلي حتى واحد يظلمه، وذاك اللي حاجتنا به. الحكم هذا اليوم جويدر ما نجمش يغلط، بصراحة ما نجمش يغلط، وكان معناها مريقل، هذاك اللي حاجتنا به احنا في التحكيم التونسي. ولكن نبقى انا واحد من الناس ما عنديش ثقة في التحكيم التونسي مهما كان ومهما صار، والمقابلة الجاية في الدربي يلزمنا الناس الكل نردوا بالنا، اللي يحب يلعب كرة نلعب كرة للكرة، تو نحكيو فيه مقابلة الدربي. بطبيعة الحال معناتها تويكا باش ننبروا على بعضنا جماهير النادي الافريقي وجماهير الترجي، وباش ندخلوا فك الجو هذاك ان شاء الله. امنيتي انا نستنكر حاجة الساعة اليوم اللي صارت من بعض جماهير النجم الساحلي اللي ضربوا بالمقذوفات، معناها واحدة في راس المدرب متاع الترجي اللي ما يعرفش الاجواء التونسية، اللي ماشي في باله ما ثماش المقذوفات وكل شيء في باله في الأوروب. لا خويا راك في تونس، راك في افريقيا، هذه معناها تسمحت شيء ناس خويا كيك يعيشوا همجية، كل واحد يشفي في غلو في الملعب. دونك بن حميدة زاد الإصابة ذيك اللي صارت له من الجمهور، زاد نطلبوا بكل لطف من جميع الجماهير معناها يتحلوا بكل الروح الرياضية، خاصة في كل واحد يخاف ربي في العباد، معناها العبد اللي تضربه تي ما حرام. زاد اش علينا في هذايا؟ هذايا معناتها داخل في التربية الأخلاقية الدينية اللي معناها إن شاء الله تكون متوفرة معناها في التوانسة الكل. معناها نتمنوا الناس الكل رمضان كريم، إن شاء الله رمضانكم مبروك الناس الكل بمختلف الجماهير من النادي الإفريقي إلى الترجي إلى جميع جماهير الفرق التونسية. هذه حاجة من التربية متاعنا والأخلاق، نطلبوا رمضان كريم للناس الكل، وإن شاء الله يتعدلنا رمضان مبارك الناس الكل، وإن شاء الله إن شاء الله النادي الإفريقي ينتصر على الترجي في رمضان الكريم إن شاء الله، باش يرجع التشويق مش على حاجة ولكن ليرجع التشويق للبطولة. حاليا الترجي الرياضي بتسع نقاط في المرتبة الأولانية، تخل بثلاث نقاط حوافز، ربح زوج مقابلات يلقى روحه بتسع نقاط. النادي الإفريقي دخلنا بنقطة حوافز، نلقاه رواحنا منفردين بالمركز الثاني. المركز الثاني هذا يرشح دوري أبطال إفريقيا، ولكن نحن رانا اسمنا النادي الإفريقي، مناش نابورت كي باش نقولوا معناها سيبو نلعب على المرتبة الثانية، يا نعيشوا فل يا نضيعوا الناس الكل. معناها يعني يا تلعب نلعبوا احنا فريق محترم بتاريخنا نلعبوا على البطولة لاخر جولة، مشيت معانا وفقنا ربي مرحبا، ما توفقناش قدر الله ما شاء فعل. باش نزيد نذكر بعض من جماهير النادي الافريقي ونقول لهم راهو حابين الصية وما عشقناش التيتروات. ثم بعض من جماهير النادي الافريقي معناتها كل واحد ومخه راهو كل واحد وجو، ولكن معظم جماهير النادي الافريقي رانا حابين الصية وما عشقناش التيتروات. الصية هذيك تربينا عليها وعشنا عليها، هذيك حبنا، هذيك الفريق اللي حبيناها، معناتها راهو مش انا نخسر ولا نربح. صحيح ماناش فريق عملاق ومناش فريق معناتها عنده نفوذ وعنده جاه حاليا،
ولكن هذيك النادي الافريقي اللي نحبوها راه، تحب ما تحبش هذيك مشكلتك راهو. انا نحكي مع جماهير الكلوب افريكا اللي ديما في الصدادات، الناس اللي ما على بالهمش، اللي بقلوبها الناس اللي تدز. صحيح نتاسفوا ساعات الهزيمه الحاجه، ولكن زاد ماناش راهو احنا نحبه في النادي الافريقي. النادي الافريقي راهو ظاهره وجوديه، النادي الافريقي ظاهره وجوديه، زي ما كنتوا تفهموها يا احبائي النادي الافريقي. النادي الافريقي كل عيشه في تونس، تعيش في تونس انت لندرا، تعيش شيخ، تعيش ديما شيخ، تيماك مره هكا مره هكا، مره تلوج على السكر، مره تلوج على الزيت، مره تلوج على الحليب، مره تلوج مش عارف على شنو. يعني ماكش راهو في رفاهيه كبيره باش تحب النادي الافريقي كيما مانشستر سيتي، والا كيما ريال مدريد، والا تحبوا استاداتنا معبيه بالجماهير ونديو عاملين جو والدنيا مريقله وكل شيء مريقل وكل شيء منظم والفرص بالمشطه والكليب افريكات مالكي كل دقيقه. نو عندك كرة، حتى الترجي شفناه اليوم، هذا مستوى عادي وعادي جدا، مستوى عادي جدا بالنسبة لك. الإعلاميين اللي يرفقوا في الترجي نقول لهم خافوا ربي في العباد، وما تبداوش تتنوفقوا على جماهير الترجي وتلمعوا في صورتكم مع جماهير الترجي. أنا متأكد لو كان نكون أنا يحسوا بيا نزيه شوي جماهير الترجي، نعرفوا بيحسوا بيا نميح للكليب برشا، ولكن كان يحسوا بيا هكا معناها عادي، معناها ونحكي لهم على فريقهم هما فقط، يقولوا الحقيقة. يقولوا لك اليوم مستوى الترجي ضد النجم الساحلي خارج الموضوع، ولكن العقدة وقت اللي تكرس بين فريق وفريق راهي تصير الانتصار. الترجي الرياضي عقدة النجم الساحلي في العشر سنوات الأخيرة، كيما النجم الساحلي عقدة النادي الإفريقي في العشر سنوات الأخيرة. تبدأ الكليب أفريكا تكور خدمة من النجم الساحلي، والنجم الساحلي يخطفوا هدف ويشدوا الدفاع ويوفوا الماتش. الترجي الرياضي نفس الشيء ديما يصير مع النجم الساحلي، يخطفوا هدف في كل وقت ويوفوا الماتش. دونك وكان لاحظتوا النتيجة المكثر واحد بلاش واحد بلاش واحد بلاش، ريتوشي فريق مسيطر وماركي ثلاثة ولا أربعة ولا عشرة ولا عشرين، تي كلها واحد بلاش بالسيف معناه. دونك هذاك دليل اللي راهي عقد في كرة القدم التونسية لا أكثر لا أقل. لذلك أنا واحد من الناس نحب نكمل لكم الترتيب الهام جدا اللي عدة فرق دخلت قبل النادي الإفريقي نقاوه ورانا، وهذا حاجة باهي وهذا شرف للنادي الإفريقي اللي رجعنا المكان متاعنا بالرغم من الانتقادات وبالرغم من الناس كلنا متغشين على النادي الإفريقي، إلا أنه النادي الإفريقي يلقى روحه في المرتبة الثانية وحيدا. المقابلة الجاي في الدربي مقابلة هامة. أنا واحد من الناس لاحظت عدة نقاط ضعف في الترجي الرياضي، بطبيعة الحال الترجي عنده بعض النقاط القوة، ولكن عدة نقاط الضعف باش نقولوهم في اللحظات الأخيرة باش ما يشتق بهم حتى واحد. والنادي الإفريقي ماناش احنا الفافوري في الدربي باش نبداو متفاهمين، ماناش احنا الفافوري، الترجي باش يدخل فافوري، الترجي باش يدخل معناها بالجمهور نتاعو بطبيعة الحال، وهذه نعرفوها في الدربي. أنا أمنيتي نوجه نداء لحمدي المدب كان تعملها معناتها وندعموا الامر هذايا ونمشيوا مع بعضنا انت ويوسف العلمي، وكان تعملوها تكون احسن بادره تعملوها في التاريخ. الترجي الرياضي يستقبل نعملوا الفريق بتاع الترجي ياخذ اشتر الملعب والنادي الافريقي اشتر الملعب كيما قبل، ويتعدى دربي في كرف الروح الرياضيه، واللي يشجع فريقه واللي يربح صح عليه. شنو رايك حمد المدب، توافق على الامر هذايا؟ اشتر جمهور الترجي 25000 من هوني و25 من جمهور النادي الافريقي، ونعملوا جو، نعملوا غالا، ونعملوا دخله، ونشيخوا على الكره. هاو الاقتراحات بالرسمي، علاش التفرقه، علاش نفرقوا، وشنو معناها؟ معناها جماهير فريق معين، معناها انتوما تخافوا من بعض المشاكل بينات الجماهير اللي هي ما تصيرش. الامن ديما يامن من قبل، في قبل ما تصير الثورة وكنا نأمنوا في المقابلات، ما صارتش مشكلة في المقابلات تاع الدربي، ناس ولاد عم وناس جيران وناس يعرفوا بعضهم. ما نتصورش واحد باش يجي يضرب خوه ولا ولد عمه على جرد مقابلة تاع كرة قدم. دونك أنا نوجه نداء لحمدي المدب ويوسف العلمي، تجتمعوا مع الرابطة وتركحوا أموركم، وتجتمعوا مع وزارة الداخلية كان لزم، وتركحوا أموركم وتخليوا المقابلة تدور بينات الفريقين بحضور الجماهير الزوز، ولكن مبدئيا بحضور جماهير الترجي. المقابلة معناتها الفريق الترجي هو الفريق المستضيف ككرة. الترجي يفوت النادي الإفريقي نسبيا في بعض الانتدابات اللي قام بهم في الميركاتو الشتوي، يفوت النادي الإفريقي بالمورال اللي طالع إلى حد الآن، بعض المورال اللي طالع. النادي الإفريقي من حسن حظنا انتصرنا على الاتحاد المنسيري باش ما تماش المورال ما يرجع، ولكن
في هذا الكل الترتيب، الترتيب عنده دور. الترجي نلقاه 9 صاحب المركز الثاني باش 5 نقاط اللي هو النادي الافريقي، واللي احنا داخلين بنقطه حوافز كنا نكونوا 7 او مو خير، ولكن اللي هذاك هو القدر نتاع الكليب افريكان. نلعبوا الدربي بقلب ورب، نلعبوا بكل معناها جد. بالنسبه لفريق الترجي باش نعطيكم ديتاي صغيره وبعد تو نرجع نحكي لكم على المقابلات الجاي. بالنسبه للكليب والاسبيروس، راهو فريق الترجي اللي كان نادي افريقي يحب ينتصر عليه، فريق الترجي تلعب له فيزيك من اول الماتش لاخر الماتش، تربح الترجي والسلام عليكم. تو نحكيو اذا كان الكليب افريكا نلعبوا فيزيك مو قويين، وباك الفنيات اللي عند المزياني شويه فنيات يهبط لعبيدي شويه، لقطات فنيه من ايدو يركح اللعب شوي شويه، خليل وسام يتحركوا اكثر من لازم فيزيك مو، ولاد الكليب يكونوا فيزيك مو حاضرين، النجم ونعملوا حاجه مع الترجي. باش نقولها كلمه حق، الترجي باش يدخل فافوري نسبيا، ولكن عنده عده نقاط ضعف اللي هما ما غير ما نحكيهم تو نحكيهم في الوقت المناسب. والسلام عليكم. وختاما معناتها اتضحت الرؤيه اللي الترجي، المقابله نتاع الديربي هي اللي باش توضح يا لندرا الترجي في طريق مفتوح للبطوله، والا النادي الافريقي باش يكون منافس جدي للترجي من اجل البطوله. وختاما تحيا الرياضه في تونس.